السلام عليكم طلاب، رجعنا وياكم بحلقتنا الأخيرة لحلقات القواعد، ونكون تممنا قواعد بالكامل وإن شاء الله يزود عندنا مجال ناخذ حظيات. طلاب الثالث متوسط، أبشركم خلصنا قواعد الحمد لله والشكر، كنا نمشي فقط قواعد مأجلين الحظيات، لكن هاي هي بعد بالحلقات الجاية راح ندخل بالحظيات بشكل رسمي. هسه هاي الحلقة شنو؟ هاي الحلقة هي مراجعة لمواضيع احنا ماخذيها، لكن راح اشرح لكم الصيغ اللي هي ما جايه بالوزاري. زين استاذ انت ليش تشرحها وتعبنا بها اذا هي نادرا ما تجي بالوزاري؟ اي نعم، لكن لان موجوده بالمنهج مالتك فدا اشرحها حتى شنو؟ حتى ما اكون انه تركت عندك اي نقص. حتى لو هي ما جايه بالوزاري اشرحها لك حتى ما يكون عندك اي نقص، حتى انت قدها لو مهما كان السؤال اللي يجيك. يلا اللي هو احنا شنو يا موضوع؟ موضوع ادوات الوصل اللي هي الويتش والهو اللي أخذناها لشون يجي على شكل اختيارات. هسه شنو؟ هسه إذا ما جينا على شكل اختيارات شلون راح يجن لحد؟ حالة ثانية، حالة الرابط، شو يسموها؟ حالة الرابط يعني أنت الكون تربط، هاي طبعا موجودة بالسادس إعدادي زين، لكن أنتوا أيضا موجودة بمنهجكم بس ما جاية بالوزاري هواي، نادرا كلش واحتمال أصلا حتى ما تجي زين، لكن جاي أعطيك إياها حتى أتمم المعلومة وأكون كملت لك المنهج بالشكل الصحيح. يلا لم يحدد لنا ضمير الرابط، يعني إذا ما قال لنا ضمير الرابط شنو، فإذا لقيناه يتحدث عن جماد فشنو اللي راح أجيبه؟ شنو اللي يعبر عن الجماد؟ أكيد هو لو الويتش لو منو؟ لو الذات. إذا تتذكرون شنو الذات والويتش لمن نستخدمهن؟ مو قلنا نستخدمهن للجماد؟ الذات والويتش لما نختارهن لمن نستخدمهن؟ للجماد. فإذا نستخدم لو الويتش لو الذات إذا كان يتحدث عن جماد. زين شلون أعرف هو يتحدث عن جماد؟ اكيد راح القى الفاعل ات. الات عن شنو يعبر؟ عن الجماد. زين استخدم الهو لما اشوفه يتحدث عن شخص عاقل، شلون اعرف هذا دا يتحدث عن شخص عاقل؟ اكيد راح القى لو هي لو شي، الهي معناها هو والشي معناها هي. زين شو وقت استخدم الوير؟ استخدم الوير لما القى بالسؤال كلمه ذير. There وصف أماكن يعني تتحدث عن المكان زين، فمن أشوف there يعني معناها أستخدم where، بس هاي there من نستخدم ال where there نحذفها. ال there شو نسوي لها؟ نحذفها من نجيب ال where لأن الصير هي مكانها، بس مو مكانها بالموقع بس مكانها بالشغل. في الجملة الثانية يعني إحنا أكيد راح نلقى there بالجملة الثانية نستخدم where. زين هسه هو شون يجيني الموضوع وشون أحل؟ دي يقول إذا كان الاسم في بداية الجملة الأولى تكون القاعدة، يعني أنا عندي جملتين، جملة رقم واحد هاي جملة رقم واحد والجملة رقم اثنين هذي تشياه، شوف شنو اللي فاصل بيناتهم؟ اللي فاصل بيناتهم نقطة، لازم ألقى نقطة بيناتهم. يلا شو الموضوع؟ أعطاء الأسباب، الجملة الأولى والجملة الثانية، هنا نفس الشيء جملتين زين واثنيناتهن ذن الجملتين يتحدثن عن نفس الشخص، اثنيناتهم ذن الجملتين يتحدثن عن نفس الشخص. يعني شلون استاذ وضح لي؟ يعني انا اضرب لك مثال، مثلا شو عندنا مثال؟ مثلا عندنا احمد، ما عندنا غير صديقنا احمد الحباب. احمد هو انسان هادئ زين، خوش هسه انا هاي جمله كملتها، هسه من اريد ابدي جمله ثانيه لان ابدا اتحدث عنه بعد اكثر، صديقي احمد واريد اكشف الحسنات اللي عنده زين، فش اريد اقول؟ واقول وهو يدرس بجد. اذا هسه عندي جملتين اني، احمد انسان هادئ وهو يدرس بجد. الاحمد انسان هادئ هاي جمله اسميه انتهت افتهمناها، وهو هو هذا هي الهي زين، انا ليش قلت هو؟ لان اكيد انا دا اتحدث عن احمد ما دا اتحدث عن غيره، خو مو كل ساعه اجيب اسم احمد زين، فاعوض بهي زين، ابدي جملتي الثانيه بهي لان دا اتحدث عن ولد اللي هو احمد زين. وش اريد اقول بعد؟ هو شنو؟ يدرس بجد. اذا هاي جمله ثانيه. اني مطلوبي مال اليوم شنو المطلوب؟ انه شلون ادمج ذن الجملتين باداه وصل. ترى هاي اداه الوصل راح اخليها مكان النقطه حتى تصير ربط بين الاثنين، تقوم تربط بين الاثنين، بس اكو امور كون اراعيها شويه، اكو قاعده كون اراعيها. هاي القاعده شو تقول؟ تقول الفاعل الجملة الأولى، هاي هنا نعود يحفظك، مو يعني فاعل الجملة الأولى هو الشخص، يلا حتى تفهمها أنا ما بدك تدرخها.
أبدك تفهمها. هو الشخص تجيبه بالبداية، اسم الشخص يعني هو ذكر اسمه تجيبه بالبداية، ما ذكر اسمه قال فريند تجيب فريند بالبداية. زين، أي اسم صريح غير الضمير تجيبه بالبداية حتى نعرف عن من نتحدث احنا. ماي فريند يعني صديقي، يعني هذا هو نعرف صديقي آني. علي يعني علي، يعني هذا هو نعرف علي. أحمد أحمد، هذا هو نعرف. مو هي، الهي ما معروف، الهي معناها هو. زين، ما معروف عن من بدي أتكلم، فأجيب الاسم الصريح اللي هو اللي نتحدث عنه بالبداية، وراها أجيب ضمير الوصل اللي يناسبه، يعني إذا كان عاقل فأجيب الهو من يمي أجيبها، وإذا كان جماد فأجيب الذات. زين، خب جدا سهلة هالدور. شو أسوي؟ طبعا أروح للجملة الثانية، الضمير اللي بيها أحذفه. ليش؟ لأن أنا بعد جبت الهو، بعد ما كده أجيب ضمير الهو معناها الذي، هو أنا أتحدث عنه، بعد يحتاج أقول وهو؟ لا، أخذ بس الجملة الثانية بدون الفاعل مالتها، بدون ضمير الفاعل مالتها، أنزلها بالحل. يلا أستاذ فهمني، ما جاي أفهم، الله عليك فهمني فهمني، لا تدوخني. يلا دي شوف هاي الجملة، دي يقول my friend صديقي، يعني عن منو دي يتحدث؟ صديقي. زين، هذا فاعل الجملة الأولى، هذا فاعل الجملة الأولى، ضمير لو اسم صريح شو تقولون؟ هل هو أحد الضمائر؟ they اسم اسم، هذا عافية يعني نعرف صديقي آني. إذن هو هذا اللي راح ينزل بداية الحل، نزلته بداية الحل. هو شو يقول؟ my friend swims well، صديقي يسبح جيدا أو بشكل جيد. he lives here، هو يعيش هنا. هاي جملة ثانية لكن أيضا تتحدث عنه. فأني ما دام نزلت my friend بالبداية، طبعا هو المطلب راح يقول لك join who، دخل who بالجملتين. شلون أدخلها؟ مو أنا راح أدخلها وأخليها تربط. زين، فالmy friend نزلت بالبداية، ما عندي مشكلة. زين، أنا عن منو ده أتحدث؟ عن عاقل، فأخلي الهو بعده حتى أقول صديقي هو الشخص الذي. لأن إحنا قلنا موضوع التعريف مال الوظائف إذا تتذكروا، اللي هو is someone who، من يقول لك define a doctor، شو تقول؟ تقول a doctor is someone who helps sick people، مو هالشي؟ هنا تقريبا نفس الشيء. فأنا دا أجيب my friend بالبداية وأجيب يمها هو حتى أقول هو الشخص الذي. مين أكمل؟ ما أقول هو الشخص الذي يسبح جيدا، لا، هاي الجملة الأولى أعبرها، أروح أخذ من الجملة الثانية أول شيء lives here، هو الشخص الذي يعيش هنا. بعد ما أخذت الجملة الثانية نزلتها، ما أنهي بنقطة، لا، أرجع علما للجملة الأولى، أكمل ما تبقى. my friend who lives here swims well، صديقي الذي يعيش هنا يسبح جيدا. تشوفون الجملة شوية تغير تشكيلها وترتيبها تغير، بس بالنهاية سويتها جملة واحدة. كانت شنو؟ كم جملة؟ كانت جملتين. وصلت الفكرة؟ يعني أخذت الاسم اللي ببداية الجملة الأولى نزلته، جيد، خليت بعده هو لأنه يحكي عن عاقل، جيد. الدور أخذت التكملة مال الجملة الثانية اللي هي هاي حذفتها، هذا ضمير الفاعل أحذفه لأن أنا بعد جبت my friend، فهاي lives here نزلتها مال الجملة الثانية. الدور أرجع للجملة الأولى، شو نربق بيها؟ swims well خليتها بالأخير، وخلي بالأخير نقطة. هذا المثال اللي بعده، يلا هذا آخر مثال، وها هي my car has broken down، سيارتي قد تحطمت. I bought it last month، أنا اشتريتها شو وقت؟ الشهر الفائت. يلا هسا شي يقول لي؟ يقول لي join with relative pronouns. شو يعني relative pronouns؟ يعني معناها pronoun اللي هو ضمائر، relative pronoun يعني ضمائر الوصل، relative pronouns يعني ضمير وصل مناسب. زين يلا ركزوا وياي، أنا منو أجيب أول شيء؟ الاسم اللي بالبداية اللي هو my car، لأن اسم صريح سيارتي، وضحت عن شنو دا أتحدث، نزلتها. بعدها لو أنزل الوجه، لو أنزل الذات، بكيفك أي وحدة تحلها صح. عجبني أخلي الذات، بالله الوجه صعبة ما حافظها، ختولي عادي خلي الذات مو مشكلة. ذات نزلناها بعدها، وراها أخذ الكلام اللي بالجملة الثانية، مو اللي بالجملة الأولى، لا، اللي بالجملة الأولى أأجله بعدين، اللي بالجملة الثانية اللي هو I bought أنزلها. من وصلت لهاي الإت
احذفها. ليش؟ لان هاي الات المن تعود. يلا يا ذكي جاوبني، المن راجعه هاي الات؟ عن من تتحدث؟ عفيه عن السياره. زين يحتاج اجيبها واني اصلا عندي السياره منزلها بالجمله؟ يحتاج اذكر الفاعل مرتين بجمله واحده؟ ماكو داعي. فاذا هاي الات احذفها. زين اريد بس طالب شاطر يجاوبني. اثنين جماد. عفية اثنين جماد. زين ابي الطالب شاطر يجاوبني، هاي الات هنا شنو جايتني؟ اللي بعد البوت فاعل لو مفعول به؟ استاذ فاعل هاي. شلون فاعل؟ انتو شايفين فاعل يجي قبل فعل؟ اكو شيء يا تذكرون موضوعنا اللي هو ترتيب الضمائر، اللي هو مو ترتيب الضمائر، ايش سميناه احنا؟ ضمائر الصفات التملك وضمائر المفعول به وضمائر الفاعل. لما كان يجينا فراغ وقبل الفراغ فعل، ايش نختار بالفراغ؟ مفعول به. عافيه مفعول به. زين الات فاعل يتحدث عن الجماد، المفعول به مالته شلون يصير؟ تذكروا الجدول لو ما انه ناسي؟ تبقى نفسها عافية، يعني هي نفسها فاعل وهي نفسها مفعول به. زين انا شلون اميزها؟ اشوفها اذا اكو قبلها فعل فاقول عليها هاي مفعول به، واذا الفعل صاير بعدها فش اقول عليها هاي؟ اقول عليها فاعل. يلا حتى نترجم الجملة ونفهم. طبعا طلاب هذا الموضوع اصلا ما راح يجيكم بالوزاري، بس جاي اعطيكم اياه حتى اتمم لكم المعلومة، لان هو موجود بالمنهج بس ما جاي ابد لان صعب شوية. يلا دي يقول my car سيارتي has broken down قد تحطمت. I bought it. it يعني I انا. bought اشتريت. اشتريت منه؟ it يعني اشتريتها هي، لان هاي الات راجعة لمن؟ راجعة للكار. بس خو ما يقول I bought my car، خو مو كل ساعة يقول my car. زين فبدل ما يقول my car عوض عنها ب it اللي هي مفعول به ينوب عن السيارة. شو وقت اشتراها؟ last month. يقول انا سيارتي صار لي شهر من اشتريتها، ما صار لها شهر بيدي لكن تفلشت. زين فهسه الجملة الجديدة صارت my car which سيارتي التي I bought التي اشتريتها last month الشهر الفائت شبيها has broken down قد تحطمت. نفس الجملة ما تغيرت، بس بالسابق كانت جملتين صارت جملة واحدة. إذا ما فهمتها ختولي فدوة إليك، ماكو داعي تتعب روحك بيها. زين بعد شنو؟ إذا كان الاسم في نهاية الجملة، يعني مو بالبداية، الاسم بالنهاية، يعني مثلا هسه تشوف هاي That is the thief. That is the thief. تشوف اللي دي يتكلم عنه هو الثيف اللي هو الحرامي. That is the thief يعني يقول ذلك هو اللص. نقطة، انتهت الجملة. الدور ايش يقول؟ ايش قال هو؟ He stole my money. هو سرق أموالي. يعني شلون كأنما لقى الحرامي مالته. فيقول للصديقة دي يقول له شوف ذاك الحرامي. صديقة يقول له إيه شفته. ذاك الشخص هو اللي باق فلوسي. زين هسه هاي جملتين، أنا ما أريد أسويها جملتين، أريد أسويها جملة واحدة أدمج بيناتهم من خلال ضمير الوصل. فأنا عن منو أتحدث؟ مو دا أتحدث عن الحرامي اللي هو اسمه وين صاير بالجملة الأولى؟ بالنهاية مو بالبداية. فش أسوي؟ ما دام بالنهاية مو بالبداية فالجملة الأولى تنزل مثل ما هي. هالمرة شنو؟ الجملة الأولى شبيها؟ تنزل مثل ما هي، يعني ما آخذ منها بس الاسم، لا كلها تنزل. الدور منو وصلت للنقطة؟ بما أنه أنا دا أتحدث عن حرامي، الحرامي عاقل لو مو عاقل؟ عاقل. يعني اخلي مكان النقطة شنو؟ اخلي مكان النقطة هو. شو اخلي؟ اخلي هو. زين اذا انا دا اتحدث عن الحرامي يحتاج اجيب الهي بعد واقول هو؟ اكيد عوضت بمكان، عفية، لان عوضت بهو بعد ما يحتاج، عوضت بمكان ثيف بعد ما يحتاج. فبعد الهو شو انزل؟ انزل الجملة الثانية لكن بدون الهي. هاي الجملة الثانية تنزل مثل ما هي، وهذا ينتهي الحل. يلا المثال اللي بعده. He found. يلا الهي اقدر اعتبره الحل؟ ليش هو اسم صريح؟
حتى افهم هو منو اللي نحكي عنه؟ لا، اذا ما اعتمد عليه. He found، هو وجد. ايش وجد؟ His book، كتابه. كتابه هو، لان هاي his صفة تملك اللي بعدها دي يثبت ملكيته لهذا الشخص. دي يقول he found his book، هو وجد كتابه. الدوشي يقول نهى الجملة بنقطة. الجملة الثانية ايش قال بيها؟ He lost it، هو فقده. شو وقت فقده؟ Yesterday، هو ضيعها أمس. يلا هاي الجملتين شون أدمجهن وخليهن جملة واحدة بضمير الوصل. عن من دا أتحدث آني؟ عن الشخص اللي ما عرف اسمه لو الكتاب اللي اسمه صريح ومبين. كتاب كتاب كتاب، عفية، دا أتحدث عن كتاب. ولكن بما أنه اسمي ما جاي بالبداية فما رح يصير أنزله بداية الحال. ما دام الاسم اللي جاي يتحدث عنه جاي بالأخير نهاية الجملة الأولى، فالجملة الأولى شو راح يصير بيها؟ راح تنزل مثل ما هي. تنزل مثل ما هي. وصلت للنقطة. عن شنو دا أتحدث أني؟ عن عاقل لو غير عاقل؟ إحنا دا نتحدث على الكتاب. عافية عافية، غير عاقل. فإذا بمكان النقطة شو أخلي؟ أخلي لو ويتش لو ذات، أي وحدة منهن حتى لو ويتش. ويتش ذات يا هي سهلة عندك، هن الثنتين اللي غير العاقل تخلي ذات. والجملة الثانية تنزلها مثل ما هي، بس تحذف اللي يتعلق بالبوك. عدي هنا ات، هاي الات المن راجعة؟ راجعة للكتاب جماد. عفية، راجعة للجماد اللي انا نزلته. يعني يحتاج اجيبها؟ لا ما يحتاج. فهاي شو اسوي لها؟ بس هاي امسحها والجملة الثانية تنزل مثل ما هي. وهذا خلي نقطة، انتهى الحل. زين، المثال اللي بعده اللي هو أسئلة وزارية على قولت على طريقة الربط. دي يقول Where are the books؟ أين الكتب؟ I left them here، اللي أنا تركتهم هنا. يلا دي يتحدث عن الكتب، والكتب جاية بالنهاية. إذن الجملة الأولى اللي قبل علامة الاستفهام تنزل مثل ما هي. يلا وصلت العلامة الاستفهام اللي صار بالنص، أتخيلها مثل النقطة. شو خلي مكانها بما أنه دا تحدث عن بوك كتب؟ ذات. عفية، وأنزل باقي الكلام اللي هو بالجملة اللي بعدها I left them. شنو؟ وخلي بالأخير شنو؟ مو تخلي نقطة. I left them here. علامة استفهام. ليش عندي أداة سؤال where؟ شون صار where وماكو علامة استفهام؟ شاي شون رحمت؟ زين، والفعل المساعد متقدم على الفاعل، الآر متقدمة على الفاعل على البوكس. زين، المثال بعده This the house، هذا البيت نقطة. I live in it، الذي أعيش فيه. يلا يقول لك join باستخدام which، يعني لازم أستخدم which. يلا شو أسوي بما أنه الدا أتحدث عنه هو البيت وجايني بنهاية الجملة الأولى؟ فإذا الجملة الأولى إيش بيها؟ تنزل مثل ما هي. زين، الدور أجيب which، خليت which طبعا النقطة، بعد راح أشيلها ماكو نقطة بالنص، وأنزل الكلام اللي هو مال الجملة الثانية مثل ما هو. بس هاي it المن راجعة، راجع على الهاوس. يصير اجيبها؟ لا احذفها، لان انا بعد نزلت الويتش، الويتش هي نابت عنها صارت مكانها. زين، فصارت الجمله This the house، هذا البيت، which الذي I live in، اعيش فيه. حسن هنا تمام، فما عندكم مشكله. زين، اللي فهمها خير على خير، اللي ما فهمها هم فدوه، ماكو داعي تدرسها، مو مهمه. زين، اهم شيء ترابط الجزء الاول مالتها، هذا يعتبر الجزء الثاني. يلا نوقف التسجيل ونتوجه لموضوعنا الثاني. السلام عليكم طلاب. طلابنا، تكمله موضوعنا هسه مال القواعد، هذا اللي انا ما شرحته بالعمدا. ليش؟ لان باعتبار انه انا اصلا فهمت الكياب بدون ما اشرح الكياب، يعني فهمتك الموضوع ومتاكد انه انت هسه فاهمه بدون ما انا اصلا اشرحها واتعب روحي. تشوف طريقتي بالتدريس شلون حلوه، انت فاهم موضوع وانت ما دارسه شنو وما تعرفه شنو هو، وراح يجيك بالامتحان وتجاوبه وانت ما تدري بروحك انه هذا موضوع كامل. زين، يلا هسه راح تحس بالفرق، راح تحس شلون انت مدلل وياي. ركز، هو شنو الموضوع؟ شو اسمه؟ اسمه order of questions، ترتيب الاسئله. يعني شنو؟ يعني تجينا جمله مخربطه ويحط لنا بين قوسين order، يعني شنو معناها؟ رتبها. زين، انا ايش علمتك اذا اكو اداه سؤال وين تنزل؟ بدايه الحل. بجانب. زين، واذا لقينا فعل مساعد وين ينزل؟
أكيد ينزل بعدها، مو لو لا. زين، لأن صح جملة صح استفهامية ورا الفعل المساعد من يجي؟ الفاعل أدور عليه أجيبه، ورا الفاعل من يجي؟ أكيد الفعل مالتي والتكملة وبالأخير علامة استفهام. وهذا كل احنا ندري بيه، كل احنا دافسيه وحالين عليه كومة أمثلة. بس تدري هذا اكو موضوع خاص عليه، موضوع خاص بس عليه هو، ومعتبرين موضوع، يعني شوف المصيبة، معتبرين موضوع. زين يلا هسه راح ندرس انا وياك واللي هو اصلا انت فاهمه. يلا، هناك نوعين من الاسئله، النوع الاول يبدا باداه سؤال والثاني يبدا بفعل مساعد. يعني شنو قصده؟ يعني اذا ماكو اداه سؤال فاني ما اختلف عندي شيء، مجرد اداه سؤال ماكو، فش راح ينزل عندي بالبدايه من تكون الجمله استفهاميه؟ فعل مساعد، مو لو لا، يا هو اللي يكون اول شيء اذا جملتي استفهاميه وبيها علامه استفهام، من اول شيء ينزل؟ فعل المساعد، وراها فاعل، وراها فعل رئيسي والتكملة، هاي قاعدة مكتوبة قدامك، وبالأخير علامة استفهام. بس الفارق لما تلقى أداة سؤال، فأداة السؤال وين مكانها يصير؟ بالبداية، يعني حتى قبل الفعل المساعد. لهنا تمام، ما عندك مشكلة، والقاعدة هي نفسها ما تغيرت. تمام جيد، بس شنو عندي قاعدة جديدة؟ في حالة إذا كانت الجملة مو فعلية، جملة اسمية. شنو يعني جملة اسمية؟ يلا فهمتكم، فاعل زائد فعل مساعد، عفية ما بيها فعل، فاعل زائد فعل مساعد زائد صفة. مثل عندي كلمة he is fat، شنو يعني he is fat؟ هو سمين، مو هو لو لا. سمين. زين شلون اخليها استفهامية؟ شو اسوي؟ اقدم الاز على الهي، شو تصير؟ تصير is he fat، هل هو سمين؟ مو هيك لو لا، لو انا مشتبه. هنا نفس الشيء، هنا دا يقول لك اذا انت ما لقيت فعل فش راح تلقى؟ اكيد تلقى صفه، يعني جمله اسميه. والمهم شنو الاختلاف؟ هو اذا جمله اسميه وبالاخير اكو علامه استفهام، يعني جمله استفهاميه، ومن تيجي نهايه الجمله الاستفهاميه متخربطه، الفعل المساعد مشموع بالاخير، والفاعل مشموع ما ادري وين، والصفه ما ادري وين، شلون ارتبها؟ من الاجوبه بالبدايه؟ اكيد الفعل المساعد، يعني جمله استفهاميه، وراها ادور عليه من؟ على الفاعل، اجيبه اخلي الفاعل، وراها الفاعل من يجي؟ الصفه مالتي اللي هي لو جود لو فات، اي صفه انزلها، الدور التكمله، وبالاخير علامه استفهام. اكو شي صعب؟ زين هسه شنو عندنا ادوات السؤال؟ ادوات السؤال مثل وات وير، هاي اذا ما تعرفها. زين شنو عندنا افعال مساعده مثل is، مثل are، مثل am، خدناها الأفعال المساعدة، مثل does، مثل do، مثل did، مثل can، لأن كلنا أفعال مساعدة. زين شنو عندنا فاعل؟ فاعل مثل he، she، it، I، we، they. يلا وبعد منو؟ ما ننسى أكيد ال you. زين، أو احتمال نلقى الفاعل صفة تملك وبعده اسم. يعني شلون استاذ؟ يعني ما صايره ماي براذر، ما يصير يجي فاعل، ممنوع، حرام، لو شنو؟ بس فهموني شو تقولون؟ اكيد يصير. زين شنو يعني ماي براذر؟ ماي براذر اخي. زين اقدر اقول ماي براذر بلاي، اخي يلعب؟ اقدر لو ما اقدر؟ أقدر استعمل. أكيد أقدر، يعني هسه الماي باذر أقول عليه فاعل، يعني الفاعل مو بالضرورة يكون هي، احتمال ما يكون هي، احتمال يكون ماي براذر. شنو يعني ماي براذر؟ يعني أخويا آني. زين شا هو إلا ماي؟ والله ما يريد يجيب الماي، لا عاد شو يجيب؟ يجيب هز، يعني ايش دا يقول لما نصير هز باذر؟ شو تقولون أنتو؟ جماعة أخوه هو عفية، أخوه هو عفية معناها أخوه هو، يعني يملكه هو، مو أنا اللي أملكه، ما تابع لي لأن يعني صارت هز. زين إذا صارت هير يعني شنو؟ يعني أخوها هي، ده نتحدث عن البنية. زين إذا كان our، أي صفة تملك يعني شنو؟ أخوهم. لا لا، هاي مال لوي، أخونا، أخونا إحنا. زين إذا كان there،
الذير صفة التملك مال الذي، يعني ايش دا يقول؟ اخوهم عافية، اخوهم هم. فبالنهاية احنا هسه اذا اخذنا فكرة انه اي صفة تملك اشوفها، اي صفة تملك اشوفها واشوف بعده اسم، هنقول مثلا كار، his car، يعني ايش دا اقول اني؟ سيارته. هاي ترى ممكن تجيني فاعل، فديروا بالكم من هاي النقطة زين. هسه الا هيز كار عم يبطلنا. هيز هير، شنو هيز هير؟ شعره هو مو هي، لان هاي الهيز تابعه للولد، تملك مال ولد. شنو التملك مال بنيه؟ هي هير، هير هير. شنو يعني هير هير؟ شوف اثنين شعرها، عافيه، اثنين نفس النطق زين. هير هير معناها شعرها، ممتاز. هسا عرفنا شنو الفاعل شلون يجيني. زين الفعل شلون يجيني؟ يلا اكو واحد بيكم ما يعرف الافعال؟ ادق والطم على راسي. زين يلا صار لنا قد نحكي بيهن. ليف يعيش، وير يبتدي، بلاي يلعب. بعد هواي مر علينا افعال، ايت ياكل، سليب ينام. شنو معقوله ما حفظتهن؟ زين وهالدور التكمله تنزل، وبالاخير شنو ينزل؟ علامة استفهام. يلا خلينا نشوف الأمثلة شلون جاي هذا الموضوع، أمثلته شلون جاية. طلاب أمثلته هنا بس ذني الخمسة، تشوفون ذني الخمسة بس مو أكثر. يلا دي يقول his color what، علامة استفهام is hair. شلون تترتب هاي؟ شوف طلابي بس هاي انتبهوا للنقطة، color ويا ال what، ال color ويا ال what اثنيناتهن ذني شنو نعتبرهن؟ أداة سؤال. شنو نعتبرهن ذني اثنيناتهن؟ أداة سؤال. يعني هسه هذا بالملزمة حله بخطأ لازم يعالجه. شلون يصير الحل؟ يلا من يحله؟ هسه هذا الحل اللي بالملزمة ما له علاقة بيه لأن بخطأ. شلون أنا أحله؟ يلا أنت شو تقول؟ إذا الكلب ويا الوات اثنيناتهن أداة سؤال. طبعًا إحنا ندري إحنا أول شيء من ينزل؟ أستاذ أول شيء عافية، أول شيء الوات، نزلنا الوات وراها حتى نكمل أداة السؤال شنو لازم ينزل؟ what color يعني ما لون، يسأل عن اللون. يلا هسه خلصنا أداة السؤال، شنو بعد أداة السؤال؟ لأن جملة استفهامية أكو علامة استفهام. شنو بعد أداة السؤال؟ العافية عافية is، ممتاز نزلنا ال is. يلا بعد أريد الفاعل، هو من الفاعل؟ دقيقة إذا بس hair دا أقول شعر، بس أنا حددت شعر منو؟ لا، إذا إيش محتاج لازم أجيب؟ صفة التملك عافية، أول شيء الهيز وراها شنو؟ الهير، لأن هي الهيز هير ذن الاثنيناتن أعتبرهن فاعل. إيش قلت لكم هسا قبل شوية؟ زين من نزلنا الإز هير، العفو هيز هير، إيش بقى من الجملة؟ شنو البقى بعد؟ الاستفهام عافية، بس علامة الاستفهام وهذا انحلت الجملة. لهنا عندكم سؤال، هسا هاي الجملة إذا نقراها، what color is his hair؟ ما هو لون شعره؟ هذا الولد شنو لون شعره؟ شوف دي يتحدث عن ولد هز. زين حلو، السؤال بعده، يلا هذا ما بي خطأ، حالك يا صح. he does، علامة استفهام، where live. يلا شلون تترتب؟ من ينزل بالبداية؟ أكيد ال where، وراها من ينزل؟ الفعل المساعد. من الفعل المساعد مال المضارع البسيط؟ تتذكروا لو ما تتذكروا الداز، عافية ننزل الداز. وراه الفاعل، من الفاعل؟ الفاعل الهي، عافية. وراه الفعل الرئيسي، ينزل مجرد، ليش؟ بسبب وجود الداز، وهو أصلا مجرد. الليف أنزلها مثل ما هي، وبالأخير علامة استفهام كانت بالنص، وين أشمرها؟ أشمرها بالأخير. لهنا أكو شي صعب؟ يلا المثال اللي بعده، does where، علامة استفهام what he. يلا الوات بالبداية، الفعل المساعد الداز ثاني شيء، الفاعل الهي ثالث شيء. ايش بقى عندي بعد الفاعل؟ شنو يجي؟ فعل وير نزلتها، والعلامة استفهام اخليها بالاخير. اكو شيء صعب؟ المثال الرابع، اكو علامة استفهام بالجملة، والجملة متخبطة اصلا. يلا ما دام الجملة استفهامية، يعني من اللي نحط بالبداية؟ فعل مساعد، مو لو لا. من هو الفعل المساعد بهذه الكلمات؟ أكيد الكان، ماكو غيره.
فأجيب الكان أخليها بالبداية، وراها الفاعل الهي نزلته، ورا الهي أجيب الفعل الرئيسي بلاي. ورا بلاي هو دي يلعب شنو مثلا؟ غير أحدد المفعول به اللي هو الفوتبول، يلعب كرة القدم. تبقى شنو؟ تبقى ظرف الحال اللي هو ويل، درسناه بظرف الحال يعني بشكل جيد، وأخلي بالأخير شنو؟ علامة استفهام. هذا هو. يلا هذا آخر مثال. He is. هاي الجملة شنو معناها أجت؟ هاي يعني سفر. يقول يا هي الكان. لا ويل. ها الويل وين هالويل؟ ها هاي ويل مو ويل، هاي درسناها بدرس الظروف. ويل تتذكريها شنو يعني ويل؟ لو ما حابة درس الظروف. حاضر سبعة. جيد، وقبل البارحة هم حاضرته لأن شرحنا أساسيات الموضوع. أيوة ممتاز. قلنا good. على ترتيب. قلنا good. على ترتيب الجملة. أي لا مو ترتيب، وأنا قبلها بحلقة وضحت أساسياته. قلنا الجود شنو معناها؟ well نفسها جيد. جيد جيد. زين شلون أقول بشكل جيد؟ مو أنا راح أدخلها بجملة فعلية غير أحولها بظرف حال. إذا أحولها يصير أضيف لها الواي، لو ما يصير. لا أستاذ يصير ما تصير عافية، فتتحول إلى ويل. أحسنت ممتاز. يلا هسه المثال الخامس. جيد المثال الخامس. He is science good at and math. زين تحس الجملة أكو بها خطأ. طبعا هو هنا بالمزامة ناس يحط علامة استفهام. يلا هاي خليتك إياها. يلا الجملة استفهامية يعني من يجي بالبداية أكيد الإز، نزلت الإز، وراها الفاعل اللي هي، وراها الصفة اللي هي good. هسا حتى أكمل المفعول به اللي هو جيد بيمن، فلازم أجيب الآت لأن معناها في. خليت الآت، الدور أذكر الشغلتين اللي هو جيد بيهن اللي هي شنو؟ الرياضيات، الماث، والساينس، العلوم. هاي هي. هو شو منزل؟ منزل ساينس، علوم، أنت و ماث رياضيات. خذناها بالإنشاء، تذكروا لو ما تذكروا. زين ونخلي بالأخير علامة الاستفهام. هسه هنا عندكم سؤال؟ خلصنا؟ خلص الموضوع؟ كل شيء واضح. طلابنا أرجعناكم ويا هذا الموضوع اللي هو إن شاء الله راح يكون آخر موضوع، خلصنا ما عندنا شيء. زين هذا موضوع هو وصف الأشخاص، describing people. شنو هذا الموضوع وشون يجيني بالوزاري؟ يعني هو ما كان يجي بالسنوات السابقة، فلهذا السبب الأساتذة ما يشرحوا كانوا هاملي، لكن لأن إجا بآخر سنة وإجا مرة واحدة فقمنا نشرحها. شون إجا؟ إجا السؤال كالآتي: نور is wearing. نور تفتدي، هذا مضارع مستمر مو؟ نور فاعل، is والفعل wear ضايف إلى ing. الدور يما قوس باختيارات، شو تقول؟ a bag pink، لو bag a pink، لو a pink bag. شنو تختاره؟ زين هي شنو الباك؟ الباك حقيبة. شنو يعني pink؟ البينك معناها وردي، لون. يعني اكو عندي لون او اكو عندي حقيبة. يلا طلاب اللي متابعيني، اللي متابعيني صدق، ايش علمتكم اني؟ منو اول شيء ينزل، الصفة أو الشيء الموصوف؟ الصفة أستاذ عافية، الصفة بعدين الشيء الموصوف. الإنجليزيين عكس العربي، يعني إحنا شو نقول؟ نقول سيارة حمراء. هم شو يقولون؟ يقولون red car يعني حمراء سيارة، بالعكس. زين 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 زين. الأي مو تثبت إنه هذا الكلام مفرد أو جمع؟ مو هاي أي تنكير؟ مو لو مو يعني المفروض هاي تنزل قبل كل شيء. يعني المفروض الأي أشوفها بالبداية، ورا الأي من يجي؟ لازم الصفة. الصفة هي pink وردي لو باك الحقيبة. شو تقولون؟ pink عافية. إذن بعد الأي شنو لازم يجي؟ لازم تجي البينك. فتصير a pink. A pink شنو؟ بالأخير أجيب الموصوف اللي هو منه؟ الشلدة أو أصفر اللي هو الباق الحقيبة.
فهذا الخيار الصحيح. فكرته وين؟ فكرته يريدك تشوف من اللي تجيبه أول، اللون لو المادة. هاي فكرته، يريد يشوفك تغلط تشتبه زين، لأن يدرون الأساتذة ما يشرحون هيك شيء وما حد شارح هيك شيء زين. فهو هذا فكرة الموضوع، إنه أول شيء الصفة الدور الشيء الموصوف زين. فعدي لك أكثر من قاعدة حتى خاف يجيكم بعد بهاي السنة إن شاء الله راح تجي بطريقة مختلفة، أنتوا تكونون مسلحين. القاعدة تكون كالآتي، يلا خلنا نقرأ من البداية. وصف الأشخاص describing people لوصف ملابس الشخص اللي كلوز، نستخدم العبارات التالية. يعني شخص لابس ملابس معينة أريد أوصفه زين، فمن هو لابس أو هي لابسة أكيد لو هي لو شي، وراها شنو يجي is wearing. هاي هي القاعدة هيك تصير is wearing. شنو يعني is wearing؟ مضارع مستمر، يعني إنها ترتدي ing. إش تبتدي؟ هذا الشيء اللي أريد أذكره أول شيء، بما أنه هو مفرد أجيب الأي، وراها قبل لا أذكره أذكر صفاته. شنو هي صفاته؟ لون، شكل، أعددها. والشيء اللي دا أتحدث عنه وأنا شمرة، أشمرة بالأخير. ليش؟ لأن إحنا تعودنا أول شيء الصفة بعدين الشيء الموصوف. تتذكرون ترتيب الصفات لو ناسي لو فهمتوا شنو؟ لا أستاذ واضح نفهم. بس لا بس لا فهمتوا. الله يستر. طلاب هنا إيش عندنا؟ هذا موضوع ترتيب الصفات. يلا راح نحل هذا المثال. هذا مثال وزاري. She has فراغ hair. إيش قايل لي؟ rearrange أعد ترتيب the adjectives الصفات اللي هن منو؟ black وbeautiful. يلا منو لازم يجي أول شيء؟ أكيد beautiful. وراها black. ورا black منو راح ينزل؟ ورا black الهير. hair. الهير هذا الشعر. يعني هسا منو اللي كان أول؟ الشيء الموصوف لو الصفة لو الصفات ملاته. أكيد الصفات أول شيء الصفات، أول شيء الصفات وبعدين الشيء الموصوف اللي كنت أتحدث عنه، بحيث اللي مقابلي ما يفهم أنا إيش دا أحكي إلا لما أكمل كلامي. زين هاي يعني اعتبروها أساسيات طلاب. زين هسا وين نتوجه؟ نرجع نكمل. إذا جملتك ممكن تجي هالشكل he is wearing. شنو شو راح تصير ترتيبها؟ خاف تجيك شلون هسه هاي مخربط لك بيهن. الترتيب شي يكون اول شيء الفاعل هي، وراها از، ورا ويرنج يعني هو يبتدي. منه هو راح يبدي يختبرك، يجيب البلو يخليها بالاخير. صح لو خطا؟ اكيد خطا. انت لازم شو تسوي الترتيب؟ اي ورا الاي يجي اللون اللي هو بلو، ورا اللون تجي الماده اللي تتحدث عنها اللي هي جينز. هي از ويرنج هو يبتدي بلو جينز، يعني شلون مثل ما نقول جينز ازرق. ما يصير تقول جين اجينز بلو، لا لا لا. اول شيء منو؟ اول شيء اللون، ورا اللون شنو؟ اسم الماده. يلا عدي المثال اللي بعده. اول شيء اللون اللي هو ابينك، وراه تذكر اسم الماده اللي هو هيد سكارف اللي هو الشال مال وشاح هذا اللي لبسنا النسوان زين، اللي مثل ضابطه الصيف زين. خوش اللي هو الشال ما ادري ايش يسموه. زين هسه وين وصلنا؟ نور از ويرينج. ها طبعا مو حلينا قبل شوي، حلينا المثال اللي بعده. هاي شي از ويرينج، عندي اختيارات بلو اي جينز، لو ابلو جينز، لو جينز ابلو. شو تقول يا هو الصح؟ ابلو جينز. عفية يعني اول شيء الاي اداه التنكير، وراها اللون الصفه مالته، وراها الشيء اللي دا اوصفه اللي هو منو؟ الجينز. هو شنو الجينز؟ هذا شلون البنطلون لهنا تمام؟ ما عندنا مشكلة. زين she is wearing هي ترتدي، وعند اختيارات a pink head scarf، لو head a pink scarf، لو pink a head scarf. شوف هي هنا أنا صح جايب اللون بالبداية، بس اي تنكير وين شامرها؟ شامرها بالنص. زين هي غير المفروض تجي ببداية الكل، تجي قبل كل شيء حتى تبين هذا اللي دا اتحدث عنه مفرد او جميع. شو تقولون؟ نعم. اذا هاي الاي غلط مكان نعم. كنت نجيب بالبداية، بس هو هذا الترتيب صحيح. بينك وراها هيد سكارف، بس الخطأ هنا لان خال الاي
ثاني شيء. إذن الجواب الصحيح هو هذا أول واحد. A pink head scarf. هاي جيد. هنا أنا شلون مخوطك إياها؟ الهيد جابها بالبداية. يعني هي المفروض تجي هنا بعد يعني بعد البينك الدوب تنزل السكارف حتى تصير الشال او هذا شو سحولته وشاح ما ادري شو يسموه اللي هاي النسوان اللي لبسنا هيك لفنا على رقبتهم زين خوش. هسه هاي اللي هنا افتهمنا لوصف امتلاك الشخص شيء ما كالحقيبه او الهاتف زين او اي شيء نستخدمه العباره الاتيه كالاتي. قاعدتنا ايش راح تكون اذا احنا نتحدث عن ولد فهي اذا عن بنيه فشي. يلا شلون اقول تمتلك بالانجليزي؟ انا وياك ايش ماخذ يا فعل معناه يملك هو هاب مو لو لا مو شي ماخذين انا وياك الهابي معناه يملك نعم زين. بما انه فاعل مالتي هو شي او احتمال يكون الهي يلا ذولا ضماء فاعل مفرد لو جمع مفرد زين. اذا مفرد بالمضارع البسيط مو المفروض اضيف الاس مو لو مو صير هذا الستاف. لكن قبل لا أضيف الأس مو إحنا قلنا عودناكم إنه نحذف الفي والإي يلا نخلي الأس. فش راح تصير؟ راح تصير هاز عافية بالبطلة. شو تصير؟ تصير هاز. يلا بعد الهاز يعني هسا أنا جدا أقول لو دا أقول شي هاز يعني هي لديها لو أقول هي هاز يعني هو لديه. شنو هسا اللي دا أتحدث عنه هو أكيد فشي جماد وبي عدة صفات فيا هو اللي أجيبه أول شي. اللي أجيبه أول شيء هي أي التنكير اللي تثبت إنه أنا دا أتحدث عن مفرد. وراها شنو يجي؟ اللون. ورا اللون من تجي؟ المادة اللي دا أتحدث عنها. يعني أول شيء الصفة وراها المادة الموصوفة. يلا عدي هذا مثال. She has a red bag. شوف هذا مثال لأن محلول. She has هي لديها a red bag. يعني حقيبة حمراء أول شيء أي التنكير بعدها اللون بعدها الباك الحقيبة. هذا الثاني he has a skateboard. هاي هنا ما إلا صفة بس skateboard يعني حتى اللون ما موجود. زين هالشكل يجي السؤال she has a red bag لو red a bag لو bag a red. يلا إحنا الأي قلنا وين تجي دائما بالبداية ورا الأي منو لازم يجي اللون هو رايد وما اللون من يجي الشيء الموصوف اللي هو منه اللي هو الباك عفية. إذن الحل هو هذا يعني طلاب والله بس اختيارات الموضوع. يلا المثال اللي بعده هي يلا هنا أنا مدخل لك الهاز من ضمن الاختيارات ومخوط بيها حتى يغلطك. هي هاز اسكيتبورد لو هاف اسكيتبورد لو اهاز سكيتبورد. زين دقيقة هي الآ تجي حتى تخلي الاسم مفرد لو حتى تخلي الفعل مفرد شو تقولون؟ الاسم استاذ عفية ما يصير تجي حتى تخلي الفعل هي بس للأسماء. زين هاتش شو حاط ليها قبل الفعل يصير؟ ما يصير؟ لا إذن هذا الخيار قبل أستبعده قبل أقول عليه خطأ. زين هنا صح بس هو ايش مستخدم؟ نستخدم الهاب. ليش هو أنا فاعلي جمع لو مفرد؟ فاعلي مفرد مفرد يعني يكون أحولها إلى هاز. فقط لما يكون جمع شختار أختار الهاب. زين بس هو مفرد فإذن هاي أيضا خطأ. شو بقى عندي هو الجواب الصحيح هو هذا هاز a skateboard. لهناك واحد ما فاهم. زين في حالة إذا بدنا نوصف شعر أو عيون شو نفس الشيء ما اختلف. أيوة she has أو he has الدور اللون وراها العين أو الشعر. أول شيء اللون وراها الشيء اللي دا أتكلم عنه. وممكن تجيني هالشكل she has وأبدي أرتب. شو أرتب؟ يلا تذكرون يا موضوع ترتيب صفات بعد ترتيب صفات اللي هو stride واللي هو الشكل عود وراء يجي اللون. هنا اكو خطأ بالمزمة هاي الشعب المفروض الصيب الاخير زين وهاي الكيرلي المفروض هي جزء من الشكل فتجي مستر رايت. زين هسا قاعدة ختولي الجوانية راح تدوخكم اتو دافسيها علي على مزمتي اللي هو شنو يا موضوع ترتيب صفات. زين
يلا ركزوا وياي. هذا محلول she has blue eyes، هي عندها عيون زرقاء. دشوف بلو اللون وراها الايز. زين يلا ليش هنا ماكو اي؟ يا شاطر يجاوبني قبل البلو ليش ماكو اي؟ لان الصف جمع. عافيه لان الاسم جمع. عافيه ايز منتهيه باس، يعني مو عين وحده، تقول عيون جمع الاي تجي بس المفرد. يلا هي هاز براون ايز، هو عنده عيون بنيه. هي هاز سترايت، يلا اول شيء سترايت اللي هي شكل، وراها شنو؟ اللون بلاك. وراها الشيء الموصوف الهير، الشعر اللي هو دا اتحدث عنه دائما، وين يجي؟ اللي هو الماده تجي بالاخير. زين حلو. يلا المثال اللي بعده she has، يلا منو اول شيء؟ شكل كيرلي، وراها اللون براون، وهالدور الهير بالاخير. يلا شلون يجي بالوزاري؟ ركز ركز، هذا شو السؤال يجي؟ she has blue eyes، لو blue has eyes، لو blue has eyes. شو هالمثال مرتين تكرر هذا. هذا خولي تكرر مرتين. يلا اذا من الاول شيء لازم؟ لازم اول شيء has، وراها يجي اللون، ورا اللون تجي العيون. اكو شيء صعب؟ المثال اللي بعده نفس الشيء، اول شيء has، ورا الهاز اللون، ورا اللون من تجي؟ العيون اللي هي eyes. زين المثال اللي بعده she has، يلا هذا ترتيب صفات، هو مو تقولوا لي ما نعرف، يا هو الصحيح سترايت، ورا سترايت تجي الماده وبعدين يجي اللون، لو لا لو ارتب اول شيء صفاتي واكملهن وبعدين اجيب الماده، شو تقولون؟ غير اول شيء ارتب صفاتي، يعني اول شيء سترايت، وراها بلاك، والهير اللي دا اتكلم عنه وين ينزل؟ ينزل بالاخير. زين حلو ممتاز. لوصف شخص من حيث الوجه، استاذ ليث يا معود طول هذا الموضوع شو مسوي انت؟ تختصر. زين لوصف وجه شخص، يعني شنو الفرق؟ ما اختلف شيء، شيء او هي راح القى، وبعدها راح القى هاز. بما انه دا اتحدث عن وجه واحد فاكيد راح القى بعد الهاز شنو؟ اي. وراها تبدا الصفات ملاتنا، ورا الصفات الوجه وين ينشمر؟ اللي هو فيس، فيس يعني وجه، وين ينشمر؟ بالاخير. يلا خلينا نشوف الامثله اللي بيها اختبار قبل. علي هاز، علي لديه a long face، وجه طويل، لو long face، لو a long face. شو هذا المثال هم نعاد مرتين، مرتين نعاد صح. يلا اذا الجواب الصحيح هو هذا قطعا، وهو هم نفسه ذاك. اول شيء الاي، وراها الصفه long، وراها الشيء اللي دا اتكلم عنه اللي هو الفيس الوجه. يلا دي يقول she has a round face، لو face around a، لو a face round. شو تقولون يا هو الصح؟ اول شيء من يجي؟ يجي الهاز، يعني هي لديها، وراها اي التنكير، وراها الصفه مال الوجه، وبالاخير ينزل الوجه اللي هو فيس. she has a round face، هي لديها وجه دائري. شنو يا ابا الناس عندها اوجه مستطيله وانا ما ادري، شكلها دائري. يلا هنا عندكم سؤال، هذا عجبني المثال والله يضحك. زين هاي خلصنا، وهذا موضوع ترتيب الصفات اللي انا اصلا ماخذه لكم. no question. هذني امثله ملاته طيب. كلش زين 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 زين.